بحضور عدد كبير من المؤمنين احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بصلاة البعوثة بقداس احتفالي أقامته في كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين تلاع العلي. ترأسه قدس الأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن بمعاونة شمامسة الكنيسة ومشاركة جوقة الرعية الكلدانية. وفي عظة القداس الذي حضره المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وعدد من الأخوات الراهبات، ركز الأب حبابي في موعظته على ضرورة أن يقف الإنسان هذه الأيام وقفة تأملية روحية يكتشف فيها الإنسان معنى التوبة ومعنى الغفران على ضوء علاقته بالله وبالقريب وبذاته. رب المجد.